في المنتخبين لمونديالي 2002. تقدم المنتخب الفرنسي بواسطة ديفي تريزيجيه في الدقيقة 16، فيما سجل بارك سونغ في الدقيقة 26 وسيول هيون في الدقيقة 41 هدفي كوريا الجنوبية، قبل أن يضيف كريستوف دوغاري هدفا في الدقيقة 53 وفرانك لوبوف هدفا آخر في الدقيقة 89 للمنتخب الفرنسي. وفي طوك التعادل بعد 7 دقائق إثر تلقيه تمريرة من بول سكولز، وتقدمت الكاميرون مرة أخرى عبر مدافع ريال مدريد الأسباني جيرمي نيجيتاب، لكن روبي فاولر تمكن من إحراز التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة. ولم يكن فوز البرتغال سهلا، حيث انتهى الشوط الأول سلبيا، وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف السبق بواسطة نونو غوميز في الدقيقة 50، وأضاف اللاعب بيدرو باوليتا الهدف الثاني في الدقيقة 61 لينتهي اللقاء بفوز صعب للبرتغال.